السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخوة الأعزاء في كادر إذاعة المربد المنبر الحر لمحافظة أهل البصرة وجنوب العراق. تحية وتقدير لحضراتكم. أشكركم على توجيه أو تسليط الضوء على المجسر اللي موجود بالقبلة والفتحات اللي جاي يصير بيه وتتبدل من حين لآخر. الطلب الأول مفاتحة أو زيارة قسم إدارة المشاريع أو تسليط الضوء على التساؤل اللي راح أطرحه. لماذا هذه المطبات بين الحين والآخر يتم تبديلها؟ هل يتم محاسبة من يقوم بتبديلها؟ هل هناك ضمان مدة معينة؟ ما معقول يعني الطريق السريع كله بمطبات، ليش ما يتشلى عن اللي هي صار 40 سنة؟ اثنين، وأرجو أن تتحملوني، موضوع جسر الجزيزة اللي طرقوا اليوم عليه بحوار المربد. يعني معقول البصرة بحجمها وبإمكانياتها يصير بيها مدخل واحد؟ يعني هذا مو صحيح. يعني ليش ما يتم بناء جسر عملاق من ينزل من جسر الجزيزة يعبر ما يوقف بالتقاطع، أو يصير جسر من 5 ميل يعبر على شارع بغداد ويصير انسيابية، كذلك جسر مجسر العسكري يتم وضع مجسر مشابه لمجسر التربية اللي هو يصعد ينزل. وين ينزل؟ على مستشفى الفيحاء. يا أخوان 2024 وإحنا شرط مرور يأشر بيده، يعني حتى بالصومال ما صار.